السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على الخطوة الإيجابية اللي اتخذتها الدولة الجزائرية فيما يخص تصدير الغاز نحو أوروبا عبر إسبانيا، حيث أن يعني حسب تقارير خبراء أنت على في ميدان السلام الغاز، عليكم. إذن حسب الخبراء نتاع ميدان الغاز، وهذا حسب الخبير نيكولا نيومان، هذا نيكولا نيومان نشوفه هنايا، يقول بأن الجزائر الجزائرية will improve pipeline export capacity to Spain. إذن الجزائر ستطور القدرات نتاع البيبلاينز نتاع الأنابيب نحو إسبانيا، وكما نعرف أن إسبانيا مش هي الهدف في هذا التصدير نتاع الغاز، هي البوابة تجاه أوروبا. إذن البيبلاين هذا سوف يمول أوروبا بالغاز الجزائري، وهذه الخطوة نتاع التطوير نتاع القدرات نتاع التصدير الجزائري نحو إسبانيا سوف تطور القدرات بنحو 25%، كما نشوف هنا، كما نقرأ هنا 25% بتكلفة، وهذه كلها للاستثمارات الجديدة، ستكلف الجزائر حوالي 90 مليون دولار بما يقادر 73 مليون أورو. وهذه خطوة إيجابية نحو فك الارتباط مع الجارة، وإعطاء يعني للسلطات الجزائرية مزيد من الحرية في اتخاذ القرارات في ميدان الطاقة. وهذا الأمر هذا إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.